السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن أخبار الباي والتطورات اللي بتحصل مستمرة في الباي، فتابع معانا للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد في الباي نتورك. لو أنت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات دلوقتي عشان تعرف كل خبر جديد عن الباي نتورك. تخيل معايا كده، بتصحى من النوم تفتح الموبايل تبص على محفظتك تلاقيها هي لا نقصت 40% في ليلة، ولا عملتك انهارت بسبب تغريدة، ولا مشروع اختفى مع الفلوس واختفى مع مستقبلك. احنا تعودنا ان عالم الكريبتو بيساوي رعب، شمعة تطلع وشمعة تنزل، وحتان ومضربات وانهيارات، تصحى تلاقي كل اللي بنيته راح. بس ايه رأيك لو قلتلك ان في نظام مالي جديد طالع مش بيحاول ينافس العملات المشفرة؟ ده طالع يقول للكريبتو كله شكرا، خدت دورك في التاريخ، دلوقتي سيب المكان للنظام اللي بعدك. النظام ده هو باي في نسختها الجديدة، مش كوين ومش توكن ومش مجرد مشروع، لكن حرفيا أول نظام تشغيل مالي في العالم مبني على العملات المستقرة وبس. باي مش عملة، باي مشروع تشغيل مالي عالمي. خلينا نبدأ من الأساس. الجديد بتاع شبكة باي مش مجرد شوية سطور تقنية، ده بيان رسمي بيقول للعالم احنا مش مشروع كريبتو تاني في الزحمة، احنا مش عملة بتتلعب في سعرها في البورصات. باي دلوقتي بتتقدم كده، شبكة باي الاولى L1، نظام تشغيل مالي كامل شغال على العملات المستقرة بس، معتمد على الذكاء الاصطناعي، امن في عصر ما بعد الحواسب الكمية، ومتوافقة من البداية مع الجهات اللي بتحكم سيولة العالم، صندوق النقد وبنك التسويات وجهات مكافحة غسيل الأموال، بنوك مركزية وهيئات رقابية. يعني ايه الكلام ده بالعربي؟ يعني باي مش عملة اعتراض على النظام المالي، لكن نسخة مطورة من نفس النظام المالي، بس من غير الفساد ومن غير التلاعب ومن غير توريث الفقر وعدم الاستقرار. السؤال المهم، العملة دي بتتولد منين؟ مش من طرح أولي، ولا شركة بتطبع على مزاجها، ولا بورصة تتحكم في العرض والطلب. مصدر باي محصور في ثلاثة بس، في التعدين، مكافآت مبنية على المساهمة الفعلية، وتحويلات نظير إلى نظير بين الناس اللي هو البي تو بي. يعني القيمة مش جاية من مضاربة، القيمة جاية من شغل ومن مشاركة، من دور حقيقي جوه المنظومة. الرسالة هنا، باي مش أصل مالي بيتلعب بيه، باي بروتوكول مالي منظم مكتوب على البلوكتشين. باي بتقفل عصر الكريبتو، في جملة في الريدمي لوحدها تكفي تقفل حقبة كاملة من التاريخ. ارفضوا التقلبات، ارفضوا العملات المشفرة والديفاي والبلوكتشين التقليدي. ايه ده، مش احنا اصلا في عالم البلوك تشين والكريبتو؟ ازاي شبكه باي اللي بدات ككريبتو تقول للناس ارفضوا الكريبتو بالشكل ده؟ ايه اللي انتوا عارفينه؟ التحول هنا مش بسيط. النظره اللي باي بتشوف فيها العالم هي التقلب بتساوي السم، اغلب التوكنز بتساوي اصول مرفوضه، التمويل اللامركزي بالشكل الحالي خطر هيكلي، اغلب البلوك تشين اللي بره غير موثوقة على المدى الطويل. عشان كده باي قررت تكون أول شبكة L1 في العالم تقول أنا مش هقبل غير أصول مستقرة، زي اليو اس دي سي واليو اس دي تي والدي اي ال. المستقبل هو الاستقرار مش المضاربة. جوه اقتصاد باي فلوس بتتولد من المساهمة مش من الحظ. تعال ندخل قلب المنظومة ونشوف الاقتصاد ماشي ازاي. الأنظمة القديمة سيولة من بورصات ومضاربة وأخبار وضرب أسعار ورعب يومي. اقتصاد باي مبني بطريقة مختلفة على كذا طبقة. أول حاجة باي الجي سي في، دي الطبقة النقدية البدائية، دي الباي الأصلية اللي بتمثل القيمة الأساسية للنظام من المساهمة. يعني تضيف قيمة حقيقية في النظام تاخد قيمة في صورة باي. تاني حاجة الباي يو اس دي، دي وحدة المعاملات الداخلية مربوطة بدولار واحد، دي اللي تستخدمها جوه النظام، تشتري وتبيع بيها وتدفع وتتاجر من غير مخوفك اليوم من الشرط يدمر حياتك. تالت حاجة اليو اس دي سي والدي اي اي، دي سيولة مستقرة جاية من العالم بره،
بتدخل جوه باي كوقود اقتصادي ثابت. رابع حاجة، كل العملات المتقلبة من بره مرفوضة على مستوى البروتوكول نفسه، يعني حتى لو حد حاول يلف ويدخلها السيستم مش هيقبلها أساسا. إيه اللي هيطلع من كل ده؟ اقتصاد عالمي شغال من غير فقاعة تنفجر فجأة، من غير دورات انهيار وارتفاع مجنونة. يشبه شوية فكرة عملات البنوك المركزية الرقمية السي بي دي كي، بس باي لا، مركزياتها أعلى، استقلالياتها أكبر، قدرتها على التعافي الذاتي أقوى، التكنولوجيا اللي وراها متقدمة أكتر من نظام البنك التقليدي نفسه. يعني باي بتحاول تبني اقتصاد ما بعد الأزمات، اقتصاد من غير فقاعات، من غير تلاعب، من غير إن الضحية تبقى دايما المواطن البسيط. أمان لعصر ما بعد الكونتيوم. دلوقتي تعال نواجه حقيقة العالم داخل على عصر حواس الكونتيوم. كتيرة من أنظمة التشفير اللي احنا عايشين عليها النهاردة هتكون ضعيفة بكرة قدام كمبيوتر كم واحد بس. باي بقى مش مستنية اللحظة دي تيجي وتتفاجئ، هي مبنية للأيام دي للي بعد اللحظة دي كمان. العقد الفائقة في باي مش مجرد نود عادية، دي مش سيرفر شغال في الخلفية وبيسجل معاملات بس، ده كيان أمني حي جواها ايه؟ تشفير ال SHA-3 مقاوم لكمبيوترات كونتيوم، الزيرو تراست، مفيش حد موثق تلقائي، كل حاجة بتتراجع، كل توقيع بتختبره، المنظومة شبكات عصبية بترصد أي حركة شاذة أو غير طبيعية. نظام شفاء ذاتي بيصلح نفسه عن طريق التعليم التعزيزي، محاكاة مستقرة لهجمات كمية محتملة قبل ما تحصل في الواقع، حوكمة بتتطور لوحدها مع الوقت. النتيجة في وقت ما البلوكتشين التقليدية هتنهار قدام قدرات الكونتيوم، باي بتقول أنا مش كوين هربانة من النظام، أنا نظام دفع عالمي طويل العمر متصمم من الأول أصلا لعصر ما بعد الكونتيوم. الذكاء الاصطناعي اللي بيقوم بدور البنك المركزي، هنا بقى حتة تخلي أي محافظ بنك مركزي يفكر ألف مرة. اللي باي بتحاول تعمله مش بس بلوك تشين زائد ذكاء اصطناعي بيساوي شكل حلو، لأ، هنا الذكاء الاصطناعي جزء من قلب السياسة النقدية نفسها. التقنيات اللي جوه المنظومة متنبئات تهديد عصبية، بتشوف أنماط خطيرة قبل ما تتحول لكارثة. تعلم معزز بيعدل القواعد باستمرار عشان يقلل المخاطر ويزود الكفاءة. خوارزميات جينية بتولد قواعد حوكمة جديدة لما الظروف تتغير. منطق شفاء ذاتي، لو حصلت مشكلة البروتوكول نفسه بيحاول يعالجها. أوراكل متحققة وصادقة، البيانات اللي جاية من بره مش بتدخل عمياني. لوحات تحكم ذاتية بتفهم الواقع أحسن ما احنا نفهم الشارات. سجلات مؤمنة كمية، المغزى الحقيقي بدل ما السياسات النقدية تفضل في إيد مجموعة أشخاص، اجتماعات مغلقة وقرارات بطيئة، باي بتقول لأ، ما نخليش جزء كبير من المنظومة النقدية يتعدي الخوارزمية. ليه القرار ده ما يبقاش مبني على داتا لحظية مش على تصور بشري بطيء؟ أول مرة في التاريخ نبقى قدام فكرة بروتوكول نقدي ذاتي التطوير، مش بنك مركزي ومش مجلس محافظين، لكن ذكاء اصطناعي نقدي بيتعلم وبيعدل نفسه مع الوقت. تأثير باي على الاقتصاد العالمي، تعال نتخيل مع بعض الصورة الكبيرة لما المنظومة دي اشتغلت بكامل قوتها. أول حاجة، نهاية اقتصاد المضاربة بالكريبتو بالشكل اللي نعرفه. لو العالم فعلا بدأ يميل لبيئة عملات مستقرة فقط، المشاريع القايمة على الحظ والمضاربة تختفي تدريجيا. التوكنز اللي ملهاش USE أو CE أو CASE حقيقي هتدوب. المستثمرين يبدأوا يدوروا على أنظمة فيها استقرار مش كازينو. تاني حاجة، طبقة تسوية عالمية جديدة. لما باي تبقى متوافقة من لحظة ولادتها مع ايزو 2022، معايير البنوك العالمية ده يخليها تنافس أنظمة ضخمة
زي سويفت والسي اي بي اي والاي سي اتش، وحتى عملات البنوك المركزية الرقمية. يعني مش مجرد شبكة تحويل فلوس بين محافظ، لا دي مرشحة تكون طبقة تسوية عالمية تستخدمها بنوك وشركات ومؤسسات دولية وربما دول نفسها. تالت حاجة، ليه الشركات والدول أصلا تهتم بباي؟ لأن النظام بيعرض عليهم حزم مغرية جدا، مكافحة غسيل أموال ذكية مستقلة، أمان مقاوم لهجمات كمية، تسوية فورية برسوم قليلة جدا، امتثال قابل للبرمجة، القواعد القانونية نفسها مكتوبة ككود، تخفيف مخاطر بالذكاء الاصطناعي، يعني المنظومة نفسها بتراقب وبتحمي قبل ما المشكلة تحصل. ده يخلي باي مش عملة تضيفها في قائمة الأسعار البورصة، لكن كطبقة نقدية تقدر تبني فوقيها اقتصاد دولة. رابع حاجة، ترميز الأصول الحقيقية. أكبر مشكلة في ترميز الأصول دلوقتي إن التوكن اللي يمثل الأصل بيتحرك مع السوق مش مع قيمة الأصل نفسه. في نظام مستقر مبني على عملات مستقرة فقط، الأصل اللي بيتحول لتوكن سعره بيبقى بيتحرك في مساحة منطقية مستقرة، مش راكب مع موجة مضاربة عامة. فجأة العقارات والسلع وأصول الإنتاج تقدر تاخد شكل رقمي مستقر، وجوه شبكة باي تلاقي بيت طبيعي يعيش فيه. باي كنظام تشغيل مالي كامل، دلوقتي لو جمعنا كل الخيوط اللي فاتت نطلع بصورة واضحة. باي مش عملة جديدة ولا مشروع منصات مدفوعة، باي بتقول أنا اقتصاد عالمي مبني على العملات المستقرة فقط، أنا نظام شغال مالي مستقل بالذكاء الاصطناعي، أنا طبقة تسوية آمنة كمية، أنا بروتوكول نقدي موجه من الأول عشان يكون مرضي للجهات التنظيمية. باي بتقول أنا كيان نقدي بيتطور وبيتعافى ذاتيا مع الوقت. كمان باي بتقول أنا شبكة قيمة متكاملة مع معايير مالية عالمية زي أيزو 2022. كمان باي بتقول وأنا مرشحة أكون الأساس لترميز أصول العالم الحقيقي في المستقبل. يعني ببساطة إحنا واقفين عند نهاية عصر وبداية عصر جديد. نهاية عصر الشيت كوين والبامب ومشاريع تترمي عشان الترند وناس بتدخل تتحرق وتطلع كارهة الفكرة كلها، وبداية عصر استقرار ومساهمة واقتصاد رقم يخدم الإنسان مش يلعب بيه. الخاتمة، انت دورك ايه هنا؟ السؤال اللي لازم كل رائد باي يسأل نفسه، انت فين من التحول ده؟ هل انا واقف على الخط الجانبي اتفرج وقول يا رب المشروع ينجح عشان انا معايا كام عملة، ولا انا جزء من المساهمين اللي النظام ده اتبنى عشانهم اصلا؟ لو باي فعلا بتتحول لاول نظام تشغيل مالي مبني على الاستقرار والمساهمة، يبقى اكبر قيمة عندها مش الكوينات، اكبر قيمة عندها هي الناس اللي فاهمة الرؤية والناس اللي بتتحرك وتبني جوه الرؤية دي. انت مش مجرد حامل عملة، انت مرشح تكون صاحب حصة في النظام مالي جديد ممكن يبدل شكل التجارة والادخار والتحويل والتسوية على مستوى دول. النهاردة لسه بنحكي ونشرح ونتخيل، بكرة الناس هتقول ازاي ما فهمناش من بدري ان اللي كان بيحصل مش كريبتو تاني، ده كان اخر صفحة في كتاب الكريبتو واول صفحة في كتاب الاقتصاد الرقمي المستقر. لو وصلت لحد هنا خلينا اقول لك حاجة من القلب، انت مش متأخر، انت في اوائل الصفوف، وكل كلمة بتفهمها دلوقتي ممكن تبقى سبب انك بكرة تكون من الناس اللي بتشارك فعلا في بناء النظام، مش بس من الناس اللي بتسمع عنها في الاخبار.